بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني عشر، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة المعلوماتية أو الحاسوب. ودرسنا إن شاء الله اليوم هنشرح فيه كيفية حل ورقة عمل رقم 2 في الكتاب المدرسي صفحة 101. نبدأ بالسؤال الأول. افتح المشروع اللي هو الموسوعة اللي تم إعدادها. المشروع اللي احنا عملناه الحصة اللي طافت اللي هو اللي كان اسمه الموسوعة، هنقوم باستدعائه او فتحه لان عشان نكمل عليه ليه الشغل. طيب هنشغل الفيجوال بيزك زي ما احنا عرفنا يا شباب كيفيه تشغيل الفيجوال بيزك. طيب ازاي بقى افتح مشروع سبق انشاؤه؟ الكلام طبعا ده خدناه في الفصل الدراسي الاول. في عندك اكثر من طريقه. طبعا اولا لو موجود اسم المشروع في الريسنت بروجكتس اكتب واضغط على اسمه على طول مباشره يتم فتحه. طيب نفترض ان اسم المشروع مش موجود عندنا في المشاريع الاخيره او الريسنت بروجكتس، بعمل ايه؟ قلنا عندنا برضك أكثر من طريقة. بروح على قائمة فايل واختار Open Project أو أداة الفتح اللي موجود في شريط الأدوات أو Open Project. بيظهر لنا نافذة الفتح اللي هي Open Project. ببتدي أحدد مكان البروجكت بتاعنا. طبعا احنا حفظنا المشروع بتاعنا الحصة اللي طافت كان موجود على سطح المكتب باسم الموسوعة هو، وبنفتح الأداة أو الملف التنفيذي بتاعه اللي احنا قلنا يا شباب موجود عليه رقم 9 اللي هو الملف ده يا شباب. ماشي، يبقى نضغط عليه أهو اللي هو مكتوب عليه رقم 9، اكبر وتشوف اهو بي بي رقم 9 اللي هو ده شبه. طيب بعد كده بروح بحدده واقول له اوبن ويبتدي يتفتح المشروع. طيب المشروع اتفتح، الكلام ده قلناه في الفصل الدراسي الاول. امال فين الفورم شباب؟ هو الموسوعه اتفتحت. طالما ظهر عندك هنا اسم الموسوعه وظهر لك الجزء هنا الموسوعه، امال ايه اللي ما اتفتحش؟ الفورم اللي ما اتفتحش. بعمل ايه؟ هاجي على الجزء اللي في السوليوشن اكسبلورر واجي على كلمه الفورم واضغط مرتين كده اتفتح. والكلام ده على فكره في طلاب كتيره اثناء الاختبارات او اثناء التنفيذ على الاجهزه نيجي يقول لك يا استاذ الجهاز ان ما فتحش الموسوعه. لا، الموسوعه انفتحت طالما ظهر اسمها فوق وظهر لك هنا الجزء بتاعها. كل اللي ما كانش مفتوح يعني هو لو دم مثلا مقفول كده اهو كلوز كان بالشكل ده، اول ما فتح كان بالشكل ده. ليه؟ لان الفورم ما اتفتحش. كل اللي هتعمله هتقف على الفورم في جزء السوليوشن وتضغط عليه مرتين يتفتح بالشكل ده. طيب السؤال اللي بعده. عدل ابعاد النموذج لتصبح 800 بكسل عرضا و600 بكسل ارتفاعا. طبعا السؤال ده خاص برضو بالخصائص والكلام ده كله واخدناه في الفصل الدراسي الاول، ما فيش فيه جديد بس سريعا نعمله. هنروح تاني للفيجوال بيزك. لتعديل عرض النموذج في عندنا خاصيه اسمها السايز. نروح نبحث عليها خاصيه سايز، نرتبهم الابجد احسن. طبعا دي يا شباب من الايه للزد يعني ترتيب الاوامر او الخصائص من الايه من الالف للياء، من الايه للزد، من الالف للياء. ادي خاصيه سايز، حرف الاس خاصيه سايز. لو فتحنا الزائد اللي جنبها هيظهر لك حاجتين، العرض والارتفاع، الوايتس والهايت. طبعا هو قال لك الوايتس كام؟ قال لك خليه 800. هاجي هنا واضغط مرتين احدد الرقم واكتب 800. جميل. طيب وانزل على الايه على الهايت الارتفاع بتاعها واخليها 600. تمام يا شباب كده؟ كده انا عدلت اهو 800 في 600، كده عدلت الابعاد بتاعت النموذج خليته زي ما هو قايل 800 في 600. السؤال اللي بعده بيقول لك في يسار النموذج ادرك صندوق نصوص غنيه ريتش تكست بوكس. دي اداه جديده يا شباب هناخدها النهارده ان شاء الله اللي هي اداه صندوق النصوص الغنيه بابعاد 500 عرضا و500 ارتفاعا. بنعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا عارفين احنا ان كل الادوات او الكائنات موجوده حاجه اسمها في التول بوكس. جميع الادوات موجوده في حاجه اسمها تول بوكس. احنا خدنا من الادوات دي اداه او كائن بوتون اللي هو زر الزر، وخدنا الليبل، وخدنا البيكتشر بوكس، وخدنا التكست بوكس. طيب في فرق بين التكست بوكس والريتش تكست بوكس؟ الريتش تكست بوكس هو اداه تستقبل كميه كبيره من النصوص، لكن التكست بوكس ممكن تكتب فيه سطر بالكتير. طيب ايه كمان؟ الريتش تكست بوكس ممكن اعدل على النص اللي موجود فيه، النص اللي موجود داخل الريتش بوكس ممكن اكبر خطه اغير خطه، هنعرف الكلام ده كله ان شاء الله في الحصص القادمه. وكمان من ضمن المميزات المهمه جدا في الريتش بوكس بوكس ان انا ممكن احمل فيه ملف مكتوب في الوورد بصيغه الار تي اف ريتش تكست فورمات. يبقى انا ممكن احمل داخل الريتش تكست بوكس، يعني بدل ما اكتب انا هنا في البرنامج، لا ده انا هعمل برنامج في الوورد وانسقه واظبطه بس لازم احفظه بصيغه ار تي اف. لازم يكون محفوظ بصيغه ايه يا شباب؟ ار تي اف، اختصار لكلمه ريتش تكست فورمات. طيب واحنا عرفنا ازاي بقى نضيف الكائنات دي على الفورم؟
الكلام طبعا خدناه في الفصل الدراسي الاول. لاضافه اي كان عندك ثلاث طرق برضو للتذكره. اول طريقه لا اما اضغط عليه مرتين زي ما احنا عرفنا دبل كليك ماشي يا شباب، او اسحب يبقى دبل كليك هون بيظهر لك في اعلى هون ادي الاداه، او الطريقه الثانيه بروح جاي سحبه بالشكل ده شباب اهون، اضغط وافضل مع استمرار الضغط اللي هو اسمها السحب لات كده برضو كده الايه ادي الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه اللي هي ايه اضغط عليه مره واحده بالشكل ده شباب واقوم برسمه، هو بيقول لك في اعلى اليسار يبقى هنا هنرسمه في اليسار بالشكل ده. طيب قال لك خلي ابعاده 500 في 500 برضك نفس الخاصيه اللي احنا خدناها في الفورم، كانت خاصيه يا شباب لو نفتكر لسه من حين لسه عاملينها اللي هي خاصيه سايز. هحدد بس لازم الوقت لو غيرت دلوقتي هغير لمين؟ هغير للفورم كده خطأ يا شباب، لازم اكون عارف انا بغير الخصائص للكائن مين. انا عاوز اغير الخصائص لكائن مين؟ كائن الريتش تكست بوكس. بعمل ايه؟ بروح لازم اقف عليه واضغط عليه. اه ليه؟ عرفت ازاي؟ اهو اسمه ظهر يا شباب. لو انا هنا دي مين؟ دي فورم 1، يبقى الخصائص بتاعت فورم 1، يبقى انت لازم يا شباب تبقى عارف انت بتغير لمين عشان ما تلخبطش. يبقى انا هضغط هنا اهون ظهر لي الخصائص، خاصيه سايز، خاصيه سايز اهي يا شباب عشان نشوفها مع بعض. خاصيه اسمها خاصيه سايز اهي، خاصيه سايز قلنا جنبها علامه الناقص معناها انها مفتوحه. ماشي يا شباب؟ طيب اللي انا بقى عندي فيها امرين اللي هو العرض والارتفاع. العرض والارتفاع خاصيتين، خاصيه خاصه بالعرض وخاصيه خاصه بالارتفاع. قال لك العرض خليه 500 والارتفاع 500. تمام كده يا شباب؟ يبقى احنا عرفنا ازاي نضيف الريتش تكست بوكس، عرفنا الثلاث طرق يا اما السحب والافلات او الضغط مرتين او نضغط مره واحده ونرسم الكائن. ازاي نعيل نغير الابعاد بتاعته اللي هي العرض والارتفاع من خاصيه الايه؟ السايز. طبعا لو كانت جنبها زائد كده عشان اظهر الارتفاع والعرض بعمل ايه؟ بضغط على الزائد بيظهر لك الايه؟ الوايتس والهاي. طيب بعد كده يا شباب ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لك في يسار نموذج خلاص، انسخ جميع الملفات النصيه الموجوده في مجلد المعلومات المجلد البرنامج. طيب يبقى احنا عندنا في ملفات نصيه احنا عاملينها في الوورد عاوزين ننسخها داخل مجلد البرنامج. طيب يبقى احنا هنروح نشوف المعلومات بتاعتنا فين يا شباب. يبقى احنا هنروح اهون في عندنا مجلد اسمه التدريبات، في حاجه اسمها المعلومات اهون، هننسخ جميع الملفات. الملفات دي طبعا احنا عاملينها في برنامج الوورد كاتبين 6 1 2 3 4 5 6 دول اللي هي الاي يو الامارات، البي اتش اختصار للبحرين، كي اس اي السعوديه، كي دبليو الكويت، او ام اللي هي عمان، كي تي كيو تي اللي هي قطر. طبعا دول 6 دول احنا كاتبين لهم معلومات في الوورد عادي خالص، بس خلي بالكم لازم انا احفظهم بصيغه الايه؟ الار تي اف. انسخهم ازاي؟ احدد كلهم، حددت وضغطت وسحبت واضغط بالزر الايمن على التحديد واقول له كوبي خلاص هنا دي خلاص، واروح فين؟ اروح على مجلد البرنامج. ادي مجلد البرنامج موجود عند سطح المكتب اهو يا شباب في المكان اللي انا حافظه فيه. طبعا لازم تكون عارف المكان اللي انت حافظ فيه البرنامج، احنا حافظينه على سطح المكتب. هضغط عليه مرتين فتح لك الايه؟ المجلد بتاع البرنامج. في عندك المجلد الاولاني اللي هو الموسوعه، هفتح ظهر لك اول مجلد اللي اسمه كلمه بن. يبقى انا فتح عملت يا شباب تاني هون عشان عملت ايه؟ فتحت المجلد اول مجلد الموسوعه، هدخل برضك على اول مجلد اللي اسمه بن، ظهر لي داخل المجلد مجلدين. هاجي على المجلد الاولاني اللي هو ديباج واضغط في مكان فاضي بالزر الايمن الماوس هيظهر لك قائمه اختار كلمه بيست او لصق. اهو كده انا لصقت الايه؟ الملفات، قمت بلصق الملفات. اطلع تاني للخلف هروح على المجلد التاني، يبقى انا عندي المجلدين هبتدي الزق فيهم الايه؟ او هلزق فيهم او انسخ فيهم، هنسخ فيهم الملفات. الملف المجلد الاولاني اللي هو ديباج خلاص نسخناهم، هروح في المجلد التاني اللي هو الريليز، هضغط برضو دبل كليك عشان افتحه واضغط باليمين واقول له بيست. دي كان السؤال بتاع اللي هو نسخ الملفات النصيه داخل البرنامج، عملناها ازاي سريعا؟ رحت على المجلد اللي هو بتاع البرنامج اللي هو الموسوعه وانا عارف مكانه، فتحت اول مجلد لقيت في مجلد عندنا اسمه بن، فتحت المجلد الاولاني اللي هو الديباج دبل كليك ولسخت فيه الملفات بضغطه يمين وقلت ايه؟ بيست اللي هو لصق، ورحت رايح على المجلد الثاني اللي هو ريليز ضغطت باليمين وقلت ايه؟ لصق. كده نسخت الملفات للبرنامج. طيب اللي بعد كده اكتب التعليمات البرمجيه المناسبه لتعرض في صندوق النصوص الغنيه اللي هو الريتش تكست بوكس الملف اللي اسمه كي دبليو اللي هو خاص بالكويت بحيث يظهر مع حدث تشغيل البرنامج. برضك على فكره يا شباب احنا قلنا دايما نركز احنا عاوزين نكتب البرمجه امتى؟ مع حدث تشغيل البرنامج. طبعا لو انا سالت سؤال يا شباب حدث تشغيل البرنامج يعني ايه؟ يعني الفورم لود
يعني الفورم لود، يعني البرمجه هتكتب لمين؟ للنموذج اللي هو فورم. عشان اكتب البرمجه للفورم ما يجيش بقى حد يقول لي لا ده انا هكتب البرمجه للريتش تكست، اضغط عليه مرتين. خطا خطا يا شباب، الكتابه ليس ايه للريتش تكست، خطا. الاجابه لمين؟ للفورم. بعمل ايه؟ باجي على الفورم هنا واضغط مرتين بالشكل ده. هكتب البرمجه هنا يا شباب فين؟ في الفورم لود، في الفورم ايه؟ لود. هكتب ايه بقى؟ طيب يا شباب اكتبها ازاي؟ طبعا احنا كنا كاتبين هنا في الحصه اللي طافت اللي هي تعليمه ادخال كلمه المرور، تمام. ممكن اكتب التعليمات البرمجيه في الاول او بعد كلمه نيكست. لو كتبتها بالنيكست هتتكررها اكتر من مره. طيب انا عاوز اعمل ايه يا شباب؟ عاوز ايه؟ عاوز احمل الملف اللي اسمه كي دبليو ار تي اف داخل الريتش تكست بوكس. دي المطلوب منك تعمله. طيب يبقى انا دايما هبدا باسم الكائن اللي انا هشتغل عليه. هو انت عايز تحمل داخل مين؟ ريتش تكست بوكس. فانا هكتب كلمه ريتش ار اي اهو. دايما يا شباب ريتش تكست بوكس 1، يبقى لازم في عندك كلمه 1 تكون مختارها، يبقى ريتش بوكس 1. بعد الكائن بعمل ايه يا شباب؟ بحط دوت، نقطه دوت، ظهر لك كل الخصائص بتاعته. انا هختار خاصيه؟ لا دي مش خاصيه، انا هختار ليه طريقه، طريقه ليها طريقه تحميل ملف. احنا كنا خدنا من الطرق، خدناها في الفصل الدراسي الاول اللي هي هايد وشو، دي برضو طرق. الطريقة غير الخاصية، دي لها طريقة في البرمجة ودي لها طريقة في البرمجة. أنا هختار طريقة ليه اللي هي ميثود اسمها لود فايل، حمل ملف. لود فايل، الملف ده اسمه إيه؟ هفتح قوسين، نفس الإنبوت بوكس بالظبط، وأجي جوه القوسين وأعمل تو كوتيشن. يبقى أنا يا شباب نفس اللي كنت عملته في الإنبوت بوكس، فتحت قوسين وفتحت الإيه؟ جوه القوسين إنبوت بوكس، ووقفت بين الإيه؟ التو كوتيشن أو علامتين التنصيص، وهكتب إيه؟ اسم الملف اللي انا عايز احمله. اسمه يا شباب اسمه kw.rtf. لو احنا بصينا هنلاقي اسمه موجود مع الملفات اللي احنا لسه ناسخينهم داخل مجلد البرنامج. kw.rtf. طيب نبص كده يا شباب، اكبر عشان نشوف الامر اهو. يبقى انا يا شباب عملت ايه؟ قلت rich text box 1 اللي هو الكائن بتاعنا اللي اسمه صندوق النصوص الغنيه اللي هو rich text box 1، دي اسمه. وبعد اسمه حطيت دوت نقطة، وعملت الميثود بتاعته اللي هي لود فايل، حمل الملف. أي ملف هو عاوزه؟ عاوز الملف اللي اسمه كي دبليو، ما تنساش تكتب دوت ار تي اف. لو عملت كي دبليو بس بدون امتداده لا مش هيشتغل، هيبقى ليه؟ هيعمل لك، هيديك رسالة خطأ ديبج. ليه؟ لأن أنت لازم تكتب اسمه بالكامل، كي دبليو عيلته اسمها إيه؟ ار تي اف. واضحة يا شباب؟ طيب بعد ما نخلص أشوف شغلي صح ولا خطأ، وإحنا عرفنا إزاي نعرف شغلنا صح أم خطأ. ازاي يا شباب؟ حتى هتلاقي اخر سؤال اهو، اختبر البرنامج. اخر سؤال في ورقه العمل، اختبر البرنامج عشان تتاكد من شغلك صح ولا خطا. دايما بعد ما تخلص اي جزئيه في البرمجه اتاكد من شغلك. ازاي اتاكد من شغل صح ولا خطا؟ زي ما احنا قلنا يا شباب عشان نتاكد من الشغل اختبر البرنامج بالاداه ده يا شباب، اداه الاختبار اللي هي ده يا شباب، اللي هي السهم الاخضر اللي هو ده، دي اداه الاختبار يا شباب ما ننساهاش. او اف 5 في لوحه المفاتيح، في عندك مفتاح في لوحه المفاتيح في الافات اللي فوق اسمه اف 5، كده بيشتغل البرنامج اهو، اشتغل. طيب هندخل كلمه سير 1 2 3 4 واقول له اوكي. ايه اللي حصل؟ فعلا عرض النص اللي هو كويت، الكويت هي الدوله. الكلام ده كان مكتوب فين؟ كنت انا عامله في الوورد ومنسقه وحفظته باسم ار تي اف. انت مفهوم كده يا شباب؟ بالفعل يبقى كده شغلك صح في البرنامج، يبقى احنا كده شغلنا صح 100%. تاني يا شباب البرمجه الاخيره دي عشان برضو للتذكره، احنا عملنا ايه؟ عملنا قلنا الريتش تكست بوكس 1 اللي احنا كنا ضايفينه من شويه اللي هو اداه النصوص الغنيه، وبعد الريتش تكست حطينا دوت اللي هي نقطه، بعد النقطه عملنا ايه؟ خدنا طريقه ميثود اللي هي لود فايل، وبعد اللود فايل فتحنا قوسين، وبين القوسين حطينا تو كوتيشن، النص حطيناه بين تو كوتيشن، وكتبنا اسم الملف بتاعنا. طب افرض احنا عايزين نغير الكي دبليو مثلا نخليها السعوديه، مكان الكويت نخليها السعوديه. كل اللي انت هتعمله حاجه بسيطه جدا، هتغير الاسم ده، بدل ما خلى كان كي دبليو السعوديه احنا كنا مسمينها ايه؟ كي اس اي. كي اس اي، نشوف كده شغلنا صح ولا خطا؟ اضبط باختبار البرنامج. بالفعل هندخل كلمه سير 1 2 3 4 واقول له اوكي. جايب لك مين؟ معلومات عن المملكه العربيه السعوديه. وكل مره تحط اسم ملف من الملفات هيفتحه لك. ودي كان درسنا اليوم اللي هو ورقه عمل 2، ونلقاكم في حصص قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.